نعم، ظروف الاعتقال كانت سيئة جدا حقيقة. هناك يعني إجراءات من قبل إدارة السجن التي تجعل الأسير يعيش في حالة من القهر وسلب الإرادة والحرية داخل الأسر، ولكن بالنسبة لي كصحفي وإعلامي كنت باستغلال هذه الفترة للقيام بعدة أنشطة تتعلق بعملي الصحفي. قمت بتدريب مجموعة من الأسرى على أساسيات ومبادئ العمل في مهنة الصحافة، وقمت بإعداد دراسة أو الشروع في إعداد دراسة حول تأثير وسائل الإعلام على الأسرى الفلسطينيين وما يتاح من هذه الوسائل التي تصل إلى الأسرى، وأيضا قمت بكتابة يوميات من داخل الأسر بأسلوب صحفي على نمط صور كلامية التي تعكس واقع الأسرى المعاش يومياً.